Start recording, okay. So presentation. واضح المشاركة لكم؟ لا ما في حياة، هسه موجود، اوكي. هسه تمام. طيب نكمل وين وصلنا بمحاضرة مثل اللوغاريتم الطبيعي. إن الخاصية اللي وصلنا لها هي الخاصية الثالثة اللي هو الالجوريثم فانكشن. الالجوريثم فانكشن الدالة اللوغاريتمية، احنا قلنا كم صيغة عندي للزد؟ احنا قلنا عندي صيغتين، هي الصيغة الكارتيزية الأولى المتمثلة بـ X و Y، والصيغة القطبية المتمثلة بـ R و ثيتا. اللوغاريتم الطبيعي اللي هو اللين مستحيل أقدر أحله بالصيغة الكارتيزية، بما معناه إذا أجالي بالصيغة الكارتيزية أنا مجبر أحوله إلى الصيغة القطبية. قانوني كالتالي: لين الزد يساوي لي لين الآر لين ار بلس اي ثيتا. هنا من الممكن يطالبني بجذور، لان انا ما عندي جذر، بس هو بالسؤال يحدد لي يطلب كم قيمه للجذر. فهنا مجرد ما اضيف للثيتا 2 كي باي ويساوي لي لين ار زائد ان اي، وهنا ثيتا بلس 2 كي باي. طبعا مو اشاره مع الزاويه، وانما فقط قوس، لان هنا انا ما عندي اكسبونيشن. ثيتا زائد 2 كي باي، هذه 2 كي باي هو يحدد ايش قد يريد. انا من عندي جذر، اذا عندي جذر تربيعي طلع له جذرين، تكعيبي ثلاثه، جذر رباعي اربع جذور. هنا أنا اذا قال لي هنا العفو بالجذر ما يحدد لي، ما يقول لي ايش قد، على حسب قيمه الجذر اطلع. اما باللين يحددني، يقول لي جد 4 فاليوز 5 فاليوز، كم قيمه يريد هو، احدد قيم الكي عليها. قيم الكي طبعا تبدي من صفر ومنتهية بالما لا نهاية. أجي أخذ المثال example find three values جد ثلاث قيم of lin minus 2 plus 5 i. اجي للحل. اول شيء اباوع انه هو منطيني لين، مباشره اقول اللين ينحل بالصيغه القطبيه. اباوع للصيغه اللي منطيني اياها، منطيني صيغه كارتيزيه، اذا من سابع المستحيلات اقدر احل السؤال. لازم احول الصيغه الكارتيزيه مالتي الى صيغه قطبيه. انوه احول بالبدايه، مو احول واعتبر التحويل مالتي حل، لان هواي دفاتر بالميد وبالفاينل معتبره التحويل هو الحل. اذا التحويل هو الحل تاخذ ربع الدرجه فقط. الار شنو تساوي؟ انا اريد احول الاكس والواي لار وثيتا. الار شنو تساوي؟ تحت الجذر اكس تربيع زائد واي تربيع، وتساوي لي تحت الجذر 4 زائد 25، يطلع لي جذر 29. قلنا الار ما اتركها بجذر، اطلع لها قيمه عن طريق الحاسبه، تطلع لي قيمه الار 5.38. طلعت قيمه الار، كملت اجي للثيتا. ثيتا من اجيبها؟ اجيبها من قانون التان انفيرس. تان انفيرس واي اوفر اكس، اخلي تان انفيرس واي اوفر اكس واسكت له، ارجع ابو علي الاشارات، الاشارات مالتي هنا يا ربع، ربع اول اتركها، ربع ثاني وثالث اجمع ويا الزاويه باي، واذا ربع رابع اجمع وياها 2 باي. انا عندي هنا الاكس سالبه، اذا هاي بيا ربع، ربع ثاني اقول له زائد باي. لا انسى انا الثيتا اللي جاي اشتغلها كلها بالقياس الراديان، ما اشتغل ديجري. الفرق الراديان عن الديجري شلون تتاكد؟ كيف حاسبتك؟ دق باي، باي اذا طلعت قيمتها 180 انت جاي تشتغل ديجري، اذا طلعت قيمه الباي 3.14 انت بالسيف سايد اللي هو الراديان. ويساوي لي تان انفيرس، ايش قد قيمه الواي عندي؟ 5 على سالب 2 زائد 3.14، بعد الجمع راح يطلع لي القيمة النهائية 1.95 راديان. أكرر، أنا هسه بس حولت، هذا ما يعتبر الناتج. أقول له يابا قيمتي اللي هي سالب 2 زائد 5 اي تساوي لي، إيش قد تساوي لي؟ 5.38
للزاوية 1.95. نرجع واستذكر هذا الشكل معناتها exponential 1.95، واضح؟ لهنا أنا حولت، أجي أكتب القانون مالتي، أقول له لين سالب 2 زائد 5i يساوي لي لين الار زائد ان الاي ثيتا. الار طلعتها والثيتا طلعتها، مباشرة انزلهم بالقانون ويساوي لي لين 5.38 زائد ان الاي في 1.95. لا انسى بالسؤال شنو ذاكر لي؟ يريد 3 values، يريد 3 قيم، اذا اضيف 2k باي. ايش قد قيم الكي؟ ما دام 3 قيم، اذا الكي تساوي 0 1 و2 فقط. اجي اطبق عندما ات كي ايكوال تو 0 راح يطلع لي اللين للزيت يساوي لي لين 5.38، ادق بالحاسبه تطلع قيمته 1.682 زائدا عند قيمه الباي العفو عند قيمه الكي 0 زائدا 1.95 اي. ات كي تساوي 1 لين الزيت تساوي لي 1.682 زائدا راح تصير عندي 8.23 اي. عند قيمة الكي تساوي 2 لن الزيت راح يساوي لي 1.682 زائد 14.51 اي. واضح لهنا شباب؟ السؤال المثال هذا واضح؟ واضح. تمام. اروح للخاصيه الرابعه اللي هي خاصيه الاكسبونيشال واهم خاصيه، لان بالامتحان مال الفاينل اجى سؤال دمج بي الخاصيه الثالثه والرابعه اكسبونيشال. اكسبونيشال فانكشن الاكسبونيشال انا عندي زد شنو تساوي؟ x زائد y i or z تساوي r للثيتا. الاكسبونيشال زد اذا اخذ اكسبونيشال للطرفين، اكسبونيشال زد شنو راح تساوي؟ اكسبونيشال x في اكسبونيشال y i. ليش صارت ضرب؟ لان عند الضرب تجمع الاسس. كملت. هذه اقدر اكتبها بصيغتين. الصيغه الاولى هي exponential x للy، لان احنا شنو قلنا؟ الاكسبونيشال i هو يمثل هذا المقعد، هذا الجزء نفس هذا الشكل، او اتبع الصيغه الثانيه واللي هي صيغه الادق وهي صيغه اويلر، تحويل exponential للاس الخيالي الى كوساين وساين يساوي exponential x مضروب في كوساين الواي زائدا الاي ساين واي. هذه شنو اسميها؟ اويلر فورم، صيغه اويلر لا حد ينساها. اي اكسبونيشال مرفوع لاس خيالي احوله لكوساين وساين. نجي ناخذ هذا السؤال. سين صوتك ما واضح. لو انا النتيم راح قلت تقدر تعيد؟ اوكي. شنو اعيد حسين بالضبط؟ الكوساين شيء موجود. اوكي يحيى عيني قول حسين قول. وقف يمك النت انت. وجا وقف يمك يمي ما ادري. اي الصوت قطع تو معك عندك لو من عندي تقدر تعيد هاي الاكسبونيشن؟ اي بسرعه. الاكسبونيشن انا راح تجي لي هنا بالصيغه الكارتيزيه، ارفع الطرفين للاكسبونيشال راح يصير عندي الاكسبونيشال زد يساوي اكسبونيشال اكس في اكسبونيشال واي اي. احنا امس شنو اخذنا؟ قلنا اي اكسبونيشال واي اي اقدر احوله لهذا الشكل، لان الاكسبونيشال اي يمثل لي هذا المقعد، اكسبونيشال اي يساوي لي هيك، او اتبع الصيغه الثانيه. الصيغه الثانيه اللي هي صيغه الادق، هاي شنو اسميها؟ هاي اسميها البولار فورم. اذا اراد مني الحل بالصيغه القطبيه هاي اسميها البولار فورم. وصيغة أويلر شنو أسميها؟ أسميها الكارتيزيان فور. هاي في حال راد مني أفك الإكسبونيشال. إذا راد منك صيغة قطبية حولها طبيعي R وثيتا.
نفس شكل الار وثيتا. اراد منك صيغه كارتيزيه تحول له الاكسبونيشال الخيالي لكوساين وساين. اذا اجاك اكسبونيشال والسالب واي اي راح يطلع لك الناتج اكسبونيشال العفو راح يطلع لك الناتج كوساين الواي ناقص اي ساين الواي. ماشي؟ اذا الاكسبونيشال اسمها تسالب فقط اشاره الساين تقلب الكوساين، ماكو كوساين سالب لان الكوساين زوج. واضح حسوني؟ اي جيد. ماشي، ناخذ هذا المثال. اعتقد الفاينل دور اول الفرع سي. اكزامبل prove that exponential i theta يساوي لي cosine theta زائد i sine theta. اثبت هاي شلون صارت صيغه اويلر. هنا حتى اثبت لازم اتذكر متسلسلات المرحله الثانيه اللي هي ماكلورين سيريز. اجي افك الاكسبونيشال شنو متسلسلاته، الكوساين شنو متسلسلاته، والساين شنو متسلسلاته. مو تقعد بالامتحان تشتق الكوساين 7 مرات 8 مرات والساين 7 مرات 8 مرات، لازم تكون حافظها. الاكسبونيشال الحل الاكسبونيشال اكس ما عليه بالاي ثيتا، انا جاي احل الاكسبونيشال اكس راح احل ماكلورين سيريز. الاكسبونيشال اكس المتسلسله مالته هي 1 زائد اكس زائد اكس تربيع على 2 فاكتوريال زائد x تكعيب على 3 فاكتوريال الى ما لا نهايه x اس n على n فاكتوريال. هاي مالت الجنرال فورم. الساين x، الساين x حسب ما اتذكر يبدي موجب موجب سالب. بس شنو الساين؟ الساين فردي، بما معناه انا لا راح احط الواحد ولا راح احط الاكس تربيع ولا احط الاكس اس 4، اخذ بس الاسس الفرديه. ساين x يساوي الواحد، هذا ما اخلي اخلي بشكو شيء فردي موجود، متغير x زائد او العفو هنا راح تكون عندي الاشارات متناوبه x ناقص x تكعيب على 3 فاكتوريال زائد x اس 5 على 5 فاكتوريال ناقص x اس 7 على 7 فاكتوريال وزائد الما لا نهايه. ما تعرف شلون اطلع ماكلورين سيريز او ما تقدر تحفظ هذه الشاشة يمكم تتحرك لو واقفة على الاكس اس 5؟ لا حضرتك شلون؟ وصل حد اكس اس 7 وحاط نقاط. ايه اوكي تمام، اذا بس يمي واقفة مو مشكلة. ماكلورين سيريز شلون استخرجها؟ الماكلورين سيريز اكتب قانونها، طبعا اذا احد حافظ القانون اول شيء اشتق واطبق بالقانون. القانون عبارة عن f of x ناقص a، ما دام عندي انا ماكلورين سيريز اذا ال a صفر على ال على ال n فاكتوريال. شلون؟ الشاشه واقفه هسه ما جاي تكتب. انا ما جاي اكتب شيء هسه. بعدني لحد كاتب x اس 7 وحاط نقاط، ما جاي اكتب شيء جديد. هسه اجي اكتب شنو؟ الكوساين x يساوي الكوساين زوجي. اذا أبدي من الأول يا هو، وكذلك الإشارات متناوبة، واحد ناقص x تربيع على 2 فاكتوريال زائد x أس 4 على 4 فاكتوريال ناقص x أس 6 على 6 فاكتوريال زائد وإلى ما لا نهاية. كملت خلصت. هسه شنو؟ هسه أجي أخلي الإكسبونيشال I ثيتا. أنا ليش كتبت ذني؟ حتى لا أنسى أنه أنا شنو جاي أعوض. من كتبت إكسبونيشال X جاي أعوض X، من حطيت ساين اكس جاي اعوض اكس. اجي هسه انا اريد الاكسبونيشال اي ثيتا. الاكسبونيشال اي ثيتا شنو يساوي؟ نفسها بس بدل ما صار المتغير، المتغير بدل ما كان اكس هسه المتغير شنو صار؟ المتغير صار اي ثيتا. فشكو اكس؟ هذا اني اكتبهم بالامتحان حتى انا مباشره اجي اعوض. لا تجي تشتق بالخيالي من جديد وتحط لنا ماكلورين سيريز، لان راح تصير يعني صعبه جدا. فاكتب القوانين الرئيسيه مال ماكلورين سيريز. اجي هسه اطبق، بدل ما كان عندي المتغير اكس اشيل شكو اكس بمعادله الاكسبونيشال واحطه بمكانها اي ثيتا. اذا راح يصير عندي 1 زائد الاكس الاولى شنو صار بمكانها؟ اي ثيتا زائد اي ثيتا تربيع على 2 فاكتوريال زائد اي ثيتا تكعيب على 3 فاكتوريال. طبعا بالامتحان حطوا قوس، لأن لا ينسى واحد بيكم وينزل التكعيب بس على الثيتا ويترك الآي بحذه. زائد آي ثيتا أس 4 على 4 فاكتوريال وإلى ما لا نهاية.
كملت هسه اجي اعوض يا بالقيم مال اي تربيع شنو اي تكعيب شنو الاي او اس 4 شنو اكسبونيشال اي ثيتا يساوي لي 1 زائد اي ثيتا هي اس 1 نفسها تنزل اي تربيع ثيتا تربيع ناقص ثيتا تربيع على 2 فاكتوريال. شلون صارت ناقص ثيتا تربيع؟ قيمه الاي تربيع هي سالب 1 والثيتا تربيع انزلها زائد الثيتا تكعيب شنو قيمتها؟ الثيتا تكعيب قيمه العفو الاي تكعيب شنو قيمتها؟ قيمتها سالب اي اذا ناقص اي ثيتا تكعيب على 3 فاكتوريال. الاي اس 4 شنو قيمتها؟ بما انه زوجي اذا موجب 1 العفو اي موجب 1 زائد ثيتا اس 4 على 4 فاكتوريال. طبعا هنا اكمل عندي انا اي ثيتا اس 5 على 5 فاكتوريال زائد اي ثيتا اس 6 على 6 فاكتوريال. الحد ما نوقف انا شباب الحد يا اس انا وقفت عنده بالساين والكوساين اوقف عنده بالاكسبونيشال يعني انا اكبر اس اصل لي 7 اذا بالاكسبونيشال الحد اي ثيتا اس 7 على 7 فاكتوريال. كملت اجي هسه منو عندي الخمسه الخمسه ايش قد قيمه ال مالتها الاي قيمتها موجب اي زائد اي ثيتا على 5 فاكتوريال. كملت اجي هسه اعزل شنو اعزل انا شنو كان عندي السؤال اثبت ان الاكسبونيشال اي ثيتا يساوي كوساين ثيتا زائد اي ساين ثيتا. اجي هسه اعزل كل وحده بمكان الاكسبونيشال اي ثيتا شنو راح تصير يساوي 1 ناقص ثيتا تربيع على 2 فاكتوريال زائد ثيتا اس 4 على 4 فاكتوريال ناقص ثيتا هنا راح تصير عندي ناقص ثيتا اس 6 ناقص ثيتا اس 6 على 6 فاكتوريال ناقص ثيتا اس 6 على 6 فاكتوريال. كملت شنو بيناتهم بيناتهم جمع زائد اسحب الاي عامل مشترك شنو بقى عندي هنا بقى عندي تبدي اي ثيتا العفو الآي سحبتها أنا فتبدي بثيتا ثيتا ناقص ثيتا تكعيب على 3 فاكتوريال زائد ثيتا أس 5 على 5 فاكتوريال وهكذا راح تصير عندي النوب ناقص ثيتا أس 7 على 7 فاكتوريال. هذا الشكل يشابه هذا الشكل لو لا واحد ناقص تربيع بتربيع بتربيع والمقام زوجي إذن الإكسبونيشال آي ثيتا يساوي لي كوساين ثيتا الآي هذا الشكل اللي هو ثيتا ناقص ثيتا تكعيب زائد ثيتا أس 5 ناقص ثيتا أس 7 هذا يشابه شكل الساين لو ما يشابه شكل الساين يشابه. إذن صار عندي هذا أنزل الآي طبعا لا أنسى زائد آي ساين ثيتا بدل ما كان المتغير إكس ثبتته بس المتغير آي ثيتا. واضح السؤال؟ واضح البقية واضح السؤال؟ ما يقدر يحكي يقدر يكتب لي بالتعليقات. واضح واضح هو اللي عنده مشكلة راح يكتب ينتهي لهنا السؤال. هسه اجي اخذ قيم الساين وقيم الكوساين بصيغة الاكسبونيشن او خلنا ناخذ بالبداية الخاصية الخامسة نمبر 5 trigonometric function الدوال المثلثية. إذا عندي أنا sin z z هي عبارة طبيعي كارتيزيان يساوي sin x زائد y i هنا لازم أعرف أنا شنو مفكوك الكوساين وشنو مفكوك الساين. مفكوك الساين a زائد b يساوي a زائد ناقص b يساوي سين a كوسين b زائد سين a سين ال b كوسين ال a. مفكوك الكوسين كوسين a زائد ناقص b يساوي سين a أو العفو كوسين a كوساين بي
ساين اي ساين بي. اذا عندكم كوساين اي زائد بي فالحل مالتي هو عكس الاشاره هنا. اذا عندكم كوساين اي ناقص بي راح يصير كوساين اي كوساين بي زائد. هنا نكتب ملاحظه نفس الاشاره بس المشكله خاف يجي واحد ما قرأ البي دي اف وعباله انه دائما نفس الاشاره اقصد دائما موجب. خلي هنا دائره نفس الاشاره وهذه هنا عكس الاشاره. بما معناه انا اذا اجالي ساين اكس زائد واي اي شنو راح يصير؟ ساين الاي ساين اكس كوساين البي كوساين واي اي نفس الاشاره زائد ساين البي اللي هو ايش قلت؟ ساين واي اي كوساين اكس. نوت ملاحظه كوساين الواي اي يساوي لي كوساين هايبربوليك واي ساين واي اي يساوي لي اي ساين هايبربوليك للواي. هذا شلون راح اعوض عنه؟ بما معناه هذا راح يكون التعويض كالتالي يساوي لي ساين اكس كوساين هايبربوليك للواي زائدا اي ساين هايبربوليك للواي كوساين اكس. اوكي واضح المفكوك؟ واضح شلون صار؟ هذه القوانين مجرد تحفظ مال الساين والكوساين. سمعوني شباب؟ نعم نعم اي تمام. هسه اجي هنا اخذ شنو قيمه الساين شنو قيمه الكوساين شنو قيمه الساين هايبربوليك شنو قيمه الكوساين هايبربوليك. احنا دائما شنو ناخذ؟ ناخذ ان قيمه الساين هايبربوليك هي اكسبونينشال ثيتا ناقص اكسبونينشال ناقص ثيتا على 2. هسه انا اريد احول الساين لصيغه اكسبونينشال. اكتب القوانين والقوانين هاي تحفظ. ساين هايبربوليك ثيتا يساوي لي اكسبونينشال ثيتا ناقص اكسبونينشال ناقص ثيتا على 2. كوساين هايبربوليك للثيتا يساوي لي اكسبونينشال ثيتا زائد اكسبونينشال ناقص ثيتا على 2. هسه انا شنو اريد؟ اريد اطلع قيمه الكوساين. كوساين الثيتا ايش قد؟ كوساين الثيتا يساوي لي اكسبونينشال بدال ثيتا راح احط اي ثيتا زائد اكسبونينشال ناقص اي ثيتا على 2. ساين الثيتا ايش قد؟ ساين الثيتا يساوي لي كذلك اكسبونينشال اي ثيتا ناقص اكسبونينشال ناقص اي ثيتا على 2 اي. هسه اجي بالامتحان قال لي انت شلون عرفت انه هذه الساين الاي ثيتا يساوي لي مثلا الكوساين هذا؟ فناخذ الاثبات مالتهم خاف يجي بالامتحان. اكزامبل prove that sine i theta يساوي لي i sine hyperbolic theta و cosine i theta يساوي لي cosine hyperbolic theta. then احنا من الساعه شنو قلنا؟ قلنا شكو ساين i theta عوض عنا i sine hyperbolic. يعني زين انت عوضت عنا ايش ما ادري هذا مين اجى. نجي للحل. الحل اول شيء خلي انا افك شنو هو الساين اي ثيتا. احنا من الساعه شنو عوضنا؟ عوضنا الساين ثيتا يساوي لي اكسبونينشال اي ثيتا. بما معناه كان المتغير شنو؟ كان المتغير ثيتا بس والاي من اصل المعادله. هسه صار المتغير هو اي ثيتا واي من اصل المعادله يعني راح يصير اي تربيع ويساوي لي exponential i المتغير مالتي شنو؟ i theta ناقص exponential ناقص i
في المتغير مالتي اي ثيتا على شقد على 2 اي ويساوي اكسبونيشال اي تربيع ثيتا. الاي تربيع شقد سالب واحد ويساوي اكسبونيشال سالب ثيتا ناقص اكسبونيشال ثيتا لان هاي سالب اي تربيع سالب اللي هو الاي تربيع سالب واحد وعنده سالب صار موجب على 2 اي على 2 واخلي الواحد على اي برا ما اللي اخليها. انا عندي قاعدة الواحد على اي شنو يساوي؟ يساوي لي سالب اي ويساوي ساين اي ثيتا تساوي سالب اي مضروبة في هذه المعادلة اكسبونيشال ناقص ثيتا ناقص اكسبونيشال ثيتا على 2 ويساوي لي اطبب السالب على القوس الاي ما لي شغل خليه مكانه الاي راح يصير عندي اكسبونيشال ثيتا هذا الفرع هو راح يصير موجب وهذا هو راح يتحول سالب اكسبونيشال ثيتا بعكس الاشارات بس طبعا اكسبونيشال ثيتا ز ناقص اكسبونيشال ناقص ثيتا على 2 هذا الشكل شنو يمثل لي؟ هذا يمثل لي ساين اتش ثيتا نفس هذا نفس الفوق نفس هذا الشكل. إذن ثبتت بكل بساطة أن الساين آي ثيتا يساوي عندي الآي برا طبعاً هذه إذن ساين آي ثيتا يساوي لي آي ساين هايبربوليك للثيتا. الإثبات مال الساين واضح شباب؟ واضح ماشي. أجي هسه أثبت الكوساين 2 كوساين الآي ثيتا يساوي بس احنا شنو قلنا قيمة الكوساين هو اكسبونيشال اي ثيتا زائد اكسبونيشال ناقص اي ثيتا على 2 ما عندي اي بالمقام بما معناه المتغير مالتي كان بس ثيتا واي من اصل المعادلة هسا انا شنو عندي عندي اي ثيتا هو المتغير كله اذا اكسبونيشال اي في اي ثيتا زائد اكسبونيشال ناقص اي في اي ثيتا على 2 ويساوي لي exponential i تربيع يعني سالب ثيتا زائد exponential ثيتا على 2 جمع ابدالي لو مو ابدالي جمع ابدالي ويساوي لي exponential ثيتا زائد exponential ناقص ثيتا على 2 هذه شنو صيغة من؟ هذه صيغة الكوساين هايبربوليك ويساوي لي الكوساين i ثيتا يساوي لي كوساين هايبربوليك ثيتا واضح إثبات الكوساين؟ مجرد جاي عوض بالقانون واعكس من يمين واضح واضح الشباب الباقين واضح 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 ماشي هسه اجي اخذ مفكوك مثال على الكوساين example كوساين 2 plus 3r جد هذا القيمة أقل كوساين 2 زائد 3i يساوي إحنا شنو قلنا كوساين A كوساين B بما معناه كوساين 2 كوساين 3i عكس الإشارة ناقص ساين 2 ساين 3i رجاء بالامتحان لا حد ينسى ما يعكس الإشارة إذا ما عكس الإشارة ينطيك صفر مباشرة ويساوي لي كوساين الاثنين قيمتها من الحاسبة أو بالبداية خلا أكمل تعويضي إيش راح يصير كوساين اثنين كوساين هايبربوليك لثلاثة لأن هاي هذا عندي آي بيها ناقص آي ساين هايبربوليك الاثنين ساين هايبربوليك الثلاثة العفو في ساين الاثنين هذه القيم مباشرة أطلعهن من الحاسبة راح يطلع لي الناتج كالتالي سالب 4.189 ناقص I 9.109 هذا السؤال أجي بالفاينل بس ما أجي كوساين أجي ساين بس هم أعتقد أبكتها كان مو 2 زائد 3 I يمكن 1 زائد 3 I فمجرد ما تفك القوس وتعوض هسه شنو يقول لي
هسه ما اريد كوساين، اريد يقول لي سؤال فايند كوتان. كوتان المن سالب 2 زائد اي. هيك اسئله من المحتمل يعني تجي بالامتحان. ليش؟ لان الحل مالها يكون مطول وبنفس الوقت يحتاج تركيز. اي خلل بوحده من الخطوات، الخطوات اللي وراها تجي كلها غلط. الكوتان هو معكوس التان. كوتان سالب 2 زائد اي. عندي انا التان هو ساين على الكوساين، الكوتان مقلوبه كوساين على ساين. كوساين سالب 2 زائد اي على ساين سالب 2 زائد اي. هسه تقعد تفك البسط ببحت وتفك المقام ببحت وتطلع نواتج، والناتج ما تركه لان هو شنو يريد؟ يريد ايماجينري بارت وريل بارت، فتضرب بالمرافق مالته على مود تطلع نواتج. كمل حل. كوتان سالب 2 زائد اي يساوي الكوساين شنو مفكوكه؟ كوساين اي كوساين البي. كوساين سالب 2 راح اشيل السالب لان الكوساين ما ياخذ سالب، او خليني اكتبها كل شيء يصير وبالخطوه اللي وراها اشيلها. كوساين اي كوساين البي عكس الاشاره ساين الاي ساين البي على ساين الاي كوساين البي نفس الاشاره ساين البي كوساين الاي. خلي اكتبها ملاحظه، خاف واحد من الطلاب ما حاضر. لا ياخذ السالب ويساوي. اول شيء عوض بنفس الوقت قبل كوساين 2 كوساين الاي شنو راح تصير؟ كوساين هايبربوليك الواحد ناقص ساين ساين الاثنين. الساين ياخذ سالب ولا ما ياخذ سالب؟ بما معناها شنو؟ ساين سالب 2 تساوي لي سالب 2 سالب سالب ساين 2. سالب طلع برا شنو راح تصير؟ راح تصير موجب ساين 2 ساين هايبربوليك الواحد، ولا انسى الاي عندي هنا على. رجاء اي خطوه ما مفهومه مباشره نقول، لان الحل راح يتسلسل ماشي. فاذا ما فهمت واحده من الخطوات اللي وراها كلها ما راح تفهمها. على ساين السالب 2 سالب ساين 2 كوساين هايبربوليك الواحد زائد هنا عندي اي ساين هايبربوليك الواحد كوساين 2. كملت. هذه المعادلات اللي قدامكم كلها ادقها بالحاسبه. شلون اطلع بالحاسبه الساين هايبربوليك؟ ادوس الهايبربوليك، اكو دقمه اسمها اتش واي بي، وادوس وراها ساين قبل ينقل لي ساين اتش. دقمه الرمز مالتها اتش واي بي. بعد ما دقيت هاي القيم كلها بالحاسبه شنو راح يطلع لي؟ راح يطلع لي سالب 0.64 زائد اي في 1.068 على سالب 1.403 سالب سالب اي 0.489. هنا السالب من اجى؟ القيم اللي طلعت لي هي سالب، فخليت سالب. اكمل ونختفي الخطأ. اوكي، هو شنو يريد بالسؤال؟ بالسؤال يريد imaginary part و real part. هل هذا اقدر يعني مثلا افصل المقام ببحث واقول له real part imaginary part؟ ما يصير. فشنو اضرب؟ اضرب بمرافق المقام اللي هو شقيت سالب 1.403 زائد i 0.489 على سالب 1.403 زائد i 0.489. كملت. احنا قلنا دائما اخلص من المقام، المقام عبارة عن مربع الاول زائد مربع الثاني، لا بي اي ولا يروج. مربع حن مجموعة يصير 2.2. اجي هسه لتوزيع البسط شنو راح يصير؟ راح يصير
بوينت 8 9 بعد ما ادق بالحاسب بوينت 8 9 ناقص بوينت 5 2 زائد اي هاي طبعا انا لميت الحقيقيات بواحد وخياليات بواحد زائد اي يسالب بوينت 3 1 سالب 1 بوينت 4 9 8 اكمل جمع ويساوي لي شقد يطلع لي بوينت 1 6 8 minus 0.82 i. الـ RE راح يساوي لي real part 0.168 والـ imaginary part minus 0.82. واضح السؤال هذا شباب؟ واضح البقية شباب واضح واضح ماشي. نجي نحب سؤال الفاينل اللي هو تقريبا 90% من الطلاب تركوا فارغ. القوس الأس مالته يكون يوم الطلاب جاء الأس مالته يكون خيالي وين هذا. Determine the values of the following complex functions and express the results in Cartesian form. شنو منطيني؟ منطيني الزيت. هذا السؤال اللي جاب الفاينل. Question 1 الفرع A 1 قال لي ان الزيت تساوي 1 ناقص I الأس مالتي شنو 2 ناقص 2 I. ماشي اجيد الحل زين. انا من اجي اريد احل هذا السؤال ما مفهوم شنو واحد ناقص اي زين واحد ناقص اي شو يسوي لي اثنين ناقص اثنين اي ماكو بالخليقه اس خيالي يعني انا اذا ادق بالحاسبه خمسه اس جذر سالب واحد الحاسبه راح تعطيني ايرور شنو جاي تحكي انت. فاول شغله اسويها لازم الاس انزله بس ما بقي لان انا ما يصير ما اقدر احل اي معادله اس خيالي ممنوع ما يصير ما عندي حل لا هو انفينيتي لا هو سالب انفينيتي ماكو حل ايرور. فأنا يا خاصية أقدر أستخدمها من الخواص اللي أخذتها يا خاصية أقدر أستخدمها هذه الخاصية ممكن أقدر أنزل بها الأس مالتي. أكو واحد عنده فكرة من الشباب؟ اللين ممتاز حسوني اللين أخذ لين للطرفين أقول له لين الزيت يساوي لي لين واحد ناقص آي المن اثنين ناقص اثنين آي من خواص اللين انه الاس مالتي وين ينزل ينزل قبل اللين واللين الزيت شنو راح يساوي اثنين اثنين ناقص اثنين اي مضروب في لين واحد ناقص اي. هسه شنو اجي اسوي هسه اجي احل اللين بعد ما حليت اللين وكملته اضربه في اثنين ناقص اثنين اي كملت بس لا انسى هو شنو رايد هو رايد زيت طبعا ما جاي يكتب الشاشة ما واقفه انا شنو حاط بالطرف الثاني حاط لين الزيت فش اسوي اخذ اكسبونيشال للطرفين وارجع احل السؤال كصيغه اكسبونيشال. هذا السؤال جاي بالدور الاول مجامع بالخاصيه الثالثه والخاصيه الرابعه. هسه بالبدايه احنا اللي نحل شنو نحل اللين واحد ناقص اي شنو هو اللين مالته قانونه لين الار زائد ان الاي ثيتا. يا با انا ما عندي الار ولا عندي الثيتا عندي صيغه كارتيزيه فشنو احول الصيغه الكارتيزيه مالتي الى بولار فور. الار شنو راح تساوي تحت الجذر واحد زائد واحد ويساوي لي جذر اثنين. الثيتا راح تساوي لي تان انفيرس واي اوفر اكس بلس 2 باي. خلي اجيب الحاسبه واجي لان ما حل السؤال قبل انا خلي اجيب الحاسبه فهم. اي شباب نكمل. عندي تان انفيرس شيفت وتان عندي الواي قيمتها سالب واحد على واحد زائد اثنين في ثلاثة بوينت اربعتاش راح تطلع لي خمسة بوينت ثيتا تطلع لي خمسة بوينت تسعة واربعين. طلعت الار
طلعت الثيتا أقل له قيمة اللين واحد ناقص آي تساوي لي لين جذر اثنين. إيش قد قيمة الجذر اثنين؟ جذر اثنين تساوي لي 1.41 ويساوي لي 1.41 1.41 زائدا الآي 5.49 ويساوي إيش قد قيمة اللين 1.41؟ قيمته 0.34 plus i 5.49. انا هسه بس حليت اللين. لا انسى انا قبل اللين عندي قوس، القوس ايش قد مقداره؟ 2 ناقص 2 i. اذا هذه القيمه 2 ناقص 2 i 2 ناقص 2 i في لين الواحد ناقص i تساوي 2 ناقص 2 i مضروبة في من؟ مضروبة في 0.34 plus i 5.49. ضرب أوزع ويساوي 2 في 0.34 plus i 2 في 5.49 سد القوس. إنه شنو عندي؟ عندي سالب سالب ناقص انه نفتح قوس بعد كلهم قوس واحد ناقص 2 i في 0.34 ناقص i تربيع يعني زائد 2 في 5.49 ويساوي لي دقيقة بالحاسبة هاي القيمة 2.34 plus 2 في 5.94 49 عفو تطلع لي قيمة الريل بارت 11.66 والإماجينري بارت هو 2 في 5.49 ناقص 2 في 4 في 3.4 ناقص 10.3 اي او موجب 10.3 اي. انا هسه حليته طلعت هاي قيمه من هذه قيمه للنزت زين يابا هو يريد للنزت هو يريد اكسبونيشال شلون اشيل اللين اوزع الاكسبونيشال على الطرفين اقل له اكسبونيشال لين زت يساوي اكسبونيشال 11.66 زائد 10.3 اي هذا الاكسبونيشال واللين يتكنسلن راح تصير الزد تساوي هذه يا صيغه صيغه اويلر يساوي كوساين 11.66 زائد 10.3 اي زائد 10.3 اي اوزع يعني هسه هم راح افتح الكوساين وافتح الساين من جديد زائد اي ساين 11.66 زائد 10.3 اي هسه شو اسوي؟ اجي افتح الكوساين وافتح الساين. الزد شنو تساوي لي؟ كوساين A كوساين B اللي هو كوساين هايبربوليك 10.3 عكس الاشاره ساين الـ A ساين الـ B ساين هايبربوليك لا انسى اضيف الـ A ساين هايبربوليك 10.3 ما تكفي راح احطها بسطر ثاني زائدا الـ I شنو عندي؟ عندي ساين A 11.66 كوساين البي كوساين هايبربوليك 10.3 نفس الإشارة ساين الـ A العفو ساين البي ساين هايبربوليك 10.3 وكوساين الـ A كوساين 11.66 أدقها بالحاسبة ايش دعوة ايش دكتور حسن يعني كوساين 11.66 مضروبة في كوساين هايبربوليك شيفت اتش واي بي كوساين هايبربوليك 10.3 تطلع لي قيمة الحد الأول ايش قد هاي؟ عندي النوب زائد
المهم التعويض بعدين مزعج التعويض. لهنا الفكرة ما السؤال واضحة، مجرد ما تقول الأرقام بالحاسبة ويطلع الناتج. واضح السؤال؟ يحيى قول. الاكسبونينشال مو نقدر نفرقها ونطلع قيمة الاكسبونينشال 11.66 تطلع الار، والحد الثاني ثيتا، ونبغى نحولها كارتيزيان. بس هو ايش قايل لك بالبداية؟ جاي يقول لك انا اكسبريس ريزلت ان كارتيزيان فورم. مو مشكلة، تقدر اثنين راح يطلع نفس الناتج، تقدر تخلي صيغة اويلر، تقدر تحولها ار وثيتا، كل طرق تؤدي الى ار ومحسون. البقية شباب واضح السؤال؟ واضح يا تمام. بس واضح بس عند محمد والباقين؟ واضح واضح. اوكي اجي هسه للانفيرس، ما نطول عليكم. والانفيرس هذا ناخذ الساين وسؤال المد اللي هو سيكا وننهي المحاضره، لان كاجي ريمان يراد له وقت ويراد له حيل. اجي هسه المثال مالتي الانفيرس، شو يقول؟ example find sine inverse علما بي سالب واحد زائد ثلاثة اي، او شنو احللكم السيكا واترك الساين واجب، لو احل الساين واترك السيكا واجب، يا تريدونه مو اثنين، ان واحد منهم لازم واجب. سيكا سيكا احله ايه اوكي، والساين يترك واجب. سؤال المدخل اللي طلع ثواني كسر حسنين. اي هذا السؤال. السالفة وين طار؟ هذا سيكا انفيرس، فايند سيكا انفيرس المن دي سالب واحد زائد اثنين. هذا يجي السؤال المد، اعتقد السؤال الاول فرع بي، والفرع سي راد الفرع بي طبعا اثبات انه سي كانفيرس يساوي القانون مالته، والفرع سي تحل السي كانفيرس مباشره. اجي هسه للسي كانفيرس، انا من اريد احل مباشره شنو اقول؟ اقول ليت افرض سوليوشن، خليه بغير لون. Let سيكا انفيرس، هذه صيغة كارتيزية اذا اقدر اعبر عنها زيت، تساوي لي سيكا اوميجا. شلون الغي سيكا من الطرفين؟ مثل ما راح الغي ساين من الطرفين، اضرب في ساين، اذا ساين انفيرس الغي اضربه بساين، اريد الغي ساين اضربه بساين انفيرس. اذا اقل الطرفين مضروبات في شنو؟ مضروبات في سيكا بس. طبعا هنا ليت سيكا انفيرس يساوي لي اوميجا فقط، يساوي لي اوميجا، اضرب الطرفين في سيكا راح تصير عندي سيكا، الزاويه مال سيكا صارت سيكا انفيرس زد، وهنا السيكا مالتي الزاويه صارت اوميجا. هذا نيت كنسلن، اذا الزد شنو تساوي لي؟ سيكا اوميجا. زين انا حتى احل لازم احول السيكا لصيغه الاكسبونينشال، بس أنا ما أعرف صيغة السيكا بالإكسبونيشال، بس أتذكر أن السيكا هي شنو؟ مقلوب الكوسان، واحد على كوسان أوميجا. الكوسان شنو صيغته؟ الكوسان أوميجا شنو يساوي لي؟ يساوي لي إكسبونيشال آي أوميجا زائد إكسبونيشال سالب آي أوميجا على اثنين. هذه وحاطها بالمقام، إذن شو أسوي لها؟ مجرد ما أقلبها شنو راح تصير؟ يساوي لي اثنين على إكسبونيشال I أوميجا
زائد اكسبونيشال ناقص اي اوميجا. واضح؟ كملت هسه؟ شو اسوي؟ انا اريد احولها هسه معادله. فشنو اسوي؟ وسطين في طرفين. شنو راح تصير عندي؟ راح تصير عندي الزت في اكسبونيشال اي اوميجا زائد اكسبونيشال سالب اي اوميجا شنو يساوي لي؟ يساوي لي 2. انا ما اريد اكسبونيشال سالب بالمعادله، دائما اخذوها قاعده، الطاق تان انفيرس سيكا انفيرس كوسيكا انفيرس ساين شكو انفيرس، لا تخلي اكسبونيشال سالب. شلون اتخلص منه؟ اضربه باكسبونيشال موجب في اكسبونيشال اي اوميجا، لان عند الضرب تجمع الاسس، من تجمع السالب ويا الموجب يطلع صفر. شنو راح يصير عندي؟ راح يصير عندي زد مضروب في اكسبونيشال 2 اي اوميجا زائد 1 يساوي لي 2 اكسبونيشال اي اوميجا. اطبب الزد على القوس، زد اكسبونيشال 2 اي اوميجا زائد زد ناقص 2 اي اوميجا يساوي لي 0. حلو، معادلة درجة ثانية أقدر أحلها بالدستور، بس أنا ما أقدر أحلها بالدستور وأنا مالتي الأس مدري شلونه، يعني المتغير مالتي مدري شلونه. فشنو؟ أفرض أن المتغيرات أقول له ليت ألفا تساوي إكسبونيشال أي أوميجا، طبعا هنا إكسبونيشال أي أوميجا، وبما أنه الألفا تساوي إكسبونيشال أي أوميجا إذن الألفا تربيع شنو تساوي؟ إكسبونيشال 2 أي أوميجا. اخذ ذني اعوضهم بمعادلتي، طبعا بعد ما ارتب معادلتي راح تصير عندي كالتالي: الفا تربيع زد الفا تربيع ناقص 2 الفا زائد زد تساوي لي صفر. اجي هسه على مود احلها هاي المعادله بالدستور، اقول له الاي تساوي لي زد، البي تساوي لي سالب 2، والسي شنو تساوي؟ سي كذلك تساوي زت. أجياب قانون الدستور شنو يقول؟ ألفا واحد اثنين يساوي سالب بي زائد ناقص تحت الجذر بي تربيع ناقص أربعة أي سي على اثنين أي. أنا هنا جاي أحل سي كإنفيرس سالب واحد زائد اثنين أي، لا أنا هنا جاي أستخرج القانون اللي راح أحل بي السيكا. أنا بعدني ما بادي بالسؤال، أنا جاي أطلع القانون اللي أقدر بي أحل السؤال ويساوي. أعوض سالب بيش قيد معناها 2 زائد ناقص تحت الجذر بي تربيع معناتها 4 ناقص 4 أي سي ناقص 4 زد تربيع على يمن على 2 أي معناها 2 زد. الجذر أقدر أستخرج منه عامل مشترك، طبعا العامل المشترك لسحبه من الجذر أسحبه من الجذور، يعني مثلا إذا عندي أنا تحت الجذر 4 ناقص 4 أي أسحب من عدها 2 مو أسحب 4، أنا أسحب العامل المشترك مجذور. إيش قد العامل المشترك؟ 4 أجذرها 2، 2 زائد ناقص تحت الجذر شنو راح يطلع عندي أنا هنا؟ راح يطلع عندي 2 تحت الجذر 1 ناقص زد تربيع على يمن على 2 زد. واضح شلون سحبت العامل المشترك شباب؟ طبعا أسحب أي 2 واضح؟ أوكي اسحب هاي الاثنين من البسط كله عامل مشترك ويساوي لي 2 في 1 زائد ناقص تحت الجذر 1 ناقص زد تربيع على اليمن على 2 زد. اختصر الاثنين ويا الاثنين، اذا السيكا انفيرس او العفو الاكسبونيشال الالفا 1 2 الفا 1 2 شنو راح يساوي لي؟ 1 زائد ناقص تحت الجذر 1 ناقص زد تربيع على اليمن على زد. لهنا وقفت. هسه شنو اجي اسوي؟ هسه انا عندي الفا 1 2، الالفا شنو تساوي لي؟ الالفا تساوي لي اكسبونيشال اي اوميجا. لا انسى انا ارجع الحل مالتي المن ارجع للاوميجا، انا الاوميجا فرضتها انه بحطيت الاوميجا اكسبونيشال انه بالاكسبونيشال فرضته، فارجع فرضياتي كلها بالتعويض لحد ما اوصل للاوميجا، لان انا الغايه مالتي القانون اوميجا تساوي الالفا شنو قلنا تساوي؟ تساوي اي اكسبونيشال اي اوميجا تساوي لي 1 زائد ناقص تحت الجذر 1 ناقص زد تربيع على زد. بالامتحان انا حل زائد ناقص، بالامتحان انت تخلي الزائد ناقص، بس تحل لو ناقص لو تحل زائد. والافضل دائما ناخذ الاشاره الموجبه وحل بها، لان اذا تحل زائد ناقص الحل يراد له على الاقل على الاقل 3 صفحات.
اوكي اكسبونينشال اي اوميجا، الاوميجا اس ما اريدها للطرفين، لين اكسبونينشال اي اوميجا تساوي لي لين 1 زائد ناقص تحت الجذر 1 ناقص زد تربيع على زد. هذا يروح الاوميجا شنو راح تساوي؟ 1 على اي، من اجى 1 على اي هذا الاي نقلته للطرف الثاني، 1 على اي لين 1 زائد ناقص تحت الجذر 1 ناقص زد تربيع على زد. اوكي طلعت هسه انا القانون اللي اقدر احل بي السيكا انفيرس. انا هسه الان حليت بس الفرع بي، الفرع بي كان مطالبنا بالامتحان اثبات، والفرع سي اجي النوب احل السيكا، سيكا انفيرس بسالب 1 زائد 2 اي شنو يساوي؟ اقول له انا الاوميجا تساوي لي 1 على اي لين، اجي اعوض هسه قيمه الزد، هذه طبعا قيمه الزد الكارتيزيه، اوميجا تساوي 1 على اي في لين، ايش قد 1 زائد ناقص تحت الجذر 1 ناقص سالب 1 زائد 2 اي الكل تربيع اليمن على سالب 1 زائد 2 اي. كملت هسه شنو اجي؟ اجي احل كل طرف بواحد. يابا الجذر مالتي شنو يساوي؟ يساوي سالب 1 زائد 2 اي كل تربيع شنو راح تساوي لي؟ الاول تربيع زائد 2 في الاول في الثاني ناقص 4 اي ناقص 4. اوكي انا اريد 1 ناقص 1 ناقص 1 زائد 2 اي كل تربيع، معناته يساوي لي 1 ناقص ايش قد؟ 1 ناقص او العفو هذا راح تساوي لي كيف؟ تساوي لي سالب 3 سالب 4 اي، يعني 1 ناقص سالب 3 سالب 4 اي ويساوي لي ايش قد؟ 1 زائد 3 4 ناقص 4 اي. اوكي كملت هسه هذه القيمه طلعتها، هذه قيمه تحت الجذر، هسه انا اريد احل الجذر شنو طلع لي تحت الجذر؟ يحيى هنا نسيب موجب 4 اي، العفو 4 اي صح عاشتي لك 4 زائد 4 اي. انا هسه اريد احل الجذر، الجذر شلون اقدر احله؟ احنا قلنا الجذر ما ينحل الا حول بولر، اذا اقول له الار شنو راح تساوي تحت الجذر 16 زائد 16 بالحاسبة أدقها تحت الجذر 16 زائد 16 يطلع لي 5.65. الثيتا شنو تساوي؟ الثيتا تساوي تان انفيرس واي اوفر اكس، يا ربع ربع اول ما اضيف لا باي ولا اثنين باي، ويساوي لي تان انفيرس ايش قد؟ 4 على 4 يطلع لي الناتج 0.78. طلعت الار طلعت الثيتا، هذا شنو؟ هذا التعويض، انا اريد الجذر التربيعي، اذا قيمه السالب تحت الجذر 4 زائد 4 اي شنو راح تساوي؟ راح تساوي لي ار او تساوي لي 5.65 للزاوية 0.78 الكل أس 1 على 2. آخذ جذر هاي القيمة 5.65، إيش قد جذرها؟ 5.65 قيمتها 2.37. الزاوية شنو نسوي لها؟ الزاوية نقسمها على 2 لأنها هم تعتبر أس، ويطلع لي الناتج مال الجذر 2.37، العفو الزاوية هي 5.78 over 2 للزاوية 2.37 للزاوية 0.39. هذا انا طلعت، انا طلعت هسه قيمة الجذر ماشي. ارجع لسؤال مالتي، السؤال مالتي الرئيس، انا عندي 1 زائد ناقص، هسه شنو هذا الناتج اسوي له؟ انا عندي 1 زائد ناقص، يعني الواحد شنو كارتيزي لو مو كارتيزي؟ الناتج اللي طلعته بالبولر ارجع احول المن للصيغه الكارتيزيه الاكس والواي، الاكس شنو تساوي؟ ار كوساين ثيتا،
قبل ما اكمل لهنا الامور طيبه، واضح جاي نسوي، واضح الخطوات، واضح هسه ليش راح ارجع كارتيزيان حتى اجمع مطرح. شباب لهنا واضح السؤال حد هنا؟ واضح واضح ماشي. ار كوساين ثيتا ايش قد الار؟ 2.37 كوساين 0.39. الاكس راح تساوي ايش قد بالحاسبه؟ 2.37 مضروب في كوساين 0.39 طلع لي الناتج 2.19. هذا قيمة الاكس. انا اريد الواي ار ساين ثيتا ويساوي 2.37 ساين 0.39 وتطلع لي قيمة الواي ايش قد؟ 2.37 مضروبة في ساين 0.39.90.9. كملت؟ هسه شنو عندي انا القانون مالتي؟ قانون يقول هو واحد لين او في لين هسه خلينا نطلع قيمة البسط بواحد. عندي سالب واحد او واحد زائد، احنا راح ناخذ هسه نشتغل بس جمع، واحد زائد واحد زائد ال x والواي ايش قد؟ 2.19 زائد 0.9i. هذه اجمعها ويا الواحد ايش راح تصير؟ راح تصير كالتالي، البسط راح يساوي 3.19 زائد 0.9i. طلعت هسه انا قيمة البسط ايش قد عندي؟ المقام، المقام لا انسى سالب واحد زائد 2i. هسه اخذ مرافق حتى احل اللين، سالب واحد زائد 2i مضروب في المرافق اللي هو سالب واحد سالب 2i على سالب واحد سالب 2i. شباب هاي النوع من الاسئله لازم تتدربون عليها لان الامتحان ساعتين وانتم بالامتحان مثل ما اقول يعني طابين سباق. اوكي، ويساوي سالب واحد، المقام ناخذ مربع واحد زائد 4. ايش قد عندي البسط؟ 3.19 في سالب واحد في القوس 3.19 في سالب واحد. شنو عندي بعد؟ ناقص 3.19 في 2i زائد ناقص 0.9i في واحد وسالب زائد 0.9 في 2 في 0.18 على 5. راح يطلع لي الناتج كالتالي، نقول 3.19 في سالب 1 زائد 0.18 سالب 3.01. وهنا عندي الجزء الخيالي راح يكون 3.19 في 2 سالب 3.19 في 2 سالب 0.9 طلع لي سالب 7.28i/5. اطلع هسه الريل بارت والايماجينري بارت ويساوي لي، قال لي سالب 3.01 تقسيم 5 طلع لي سالب 0.602 وال 7.28 تقسيم 5 تطلع لي سالب 1.456. هاي من خلالها قدرت أطلع قيم الـ X وقيم الـ Y. هذه بس أضربها بيا قيمة، أضربها بقيمة الـ I. مين جيت أضربها؟ طبعا بسالب I. مين جيت السالب I؟ ها بالمناسبة بس احنا طلعنا بس قيمة داخل القوس. هسه أخذ لن للقيمة، لن ما ينحل إذا مو صيغة إذا مو صيغة قطبية. فأحاول أحاول الآر شنو راح تساوي تحت الجذر؟ 0.602 تربيع زائد 1.456 تربيع. الآر راح تساوي ليش قيد تحت الجذر 0.602 سكوير بلاس 1.4
4 5 6 سكوير، يطلع لي قيمة ال R 1.57. ثيتا ايش قد؟ تان انفيرس ال Y over X 1.456 على 0.602. هذه اجمعها ويا من؟ اجمعها ويا باي اللي هي الربع ثالث. اذا الثيتا تساوي تان انفيرس، شيفت تان انفيرس 1.456 over 0.602 زائد 3.14 يطلع لي الناتج ثيتا تساوي 4.31. هسه انا شنو طلعت داخل القوس بالصيغة القطبية. هسه شنو اسوي له؟ لين يساوي لأن ال R اللي هو 1.57 زائدا ال I في الثيتا 4.13 ويساوي جيجد لأن ال R لأن ال 1.57 قيمته 0.45 زائدا 4.31. أوكي طلعت هالسانة داخل القوس، هذا داخل القوس اللي كملت. شنو أسوي؟ أضربه في سالب I. من اجت اللي هي معكوس العفو اللي هي 1 على i. لين شنو راح تساوي؟ راح تساوي لي 4 سالب 4.31 ناقص 0.45 i. هذه قيمه مولن، هذه قيمه الساين السيك انفرس اللي هو سالب 1 زائد 2 i. وينتهي حل السؤال وتنتهي ويا محاضرتنا طبعا. And